اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. اكله ام النهارده متنوعه، لا فراخ ولا لحمه ولا سمك. ايه البخل ده يا عم الشيف؟ مش بخل ولا حاجه، في خبره طهويه هنا، في فن طهوي ان احنا ازاي نعمل التشيز كيك بالفواكه. بما ان الصيف خلاص داخل علينا، في فواكه من خير ارضنا، عنب، تفاح، فراوله، خوخ، ازاي نجمع ما بين الفواكه دي كلها ونعمل قالب تشيز كيك فيه كل العناصر الغذائيه، بروتين هنلاقي، فواكه هنلاقي، فيتامين سي هنلاقي. معانا النهارده كمان الباميه. اوه باميه باللحمه الضاني دي حكايه، ده طاجن باميه باللحمه الضاني بالتاكيد مصري، ولكن النهارده الباميه هنعملها سلطه مشويكه. يعني اعملها سلطه النهارده بالزيت الزيتون والكزبره، هتعجبك قوي على فكره، وهتستلطفيها تاكلها بالعيش تبقى لطيفه وحلوه، وتاكلها من غير اي حاجه خالص مع فطيره الشوفان تبقى هيلسي وزي الفل. معانا الكرومبي الجميل الحلو ده كده هنعمله كمان النهارده سلطه، ده مش متوقف ان احنا نعمله محشي وبس. الكرومبي النهارده يتعمل سلطه ازاي؟ اخواننا في ماليزيا وفي شرق اسيا بياكلوه سلطات وبياكلوه مخلل بكثره على انه مفيد جدا، واكتر حاجه بيستفيد منها الكبد، بينشط الكبد. فالكرومب النهارده هنعمله سلطه على طريقه الشيف المغازي، هتعجبكم برضو بطريقه جديده. في تفاصيل كتير النهارده في الحلقه، حلقه فيها كمان خبره طهويه، ازاي مفيش لا فراخ ولا لحمه ولا سمك، والشيف المغازي هيعمل سفره فيها كل العناصر الغذائيه اللي يستفيد منها الجسم على حسب اعمارته. ايه المطبخ السهل ده يا شيف؟ الله يبارك لك، حلو قوي. نخش على اللي بعده. اللي بعده عندنا كرومب. كرومب يا شيف بيعمل لي انتفاخ مع القولون، ما بقدرش اكله. المدام لما بتعمله محشي يعني بقدر بحب المحشي وكل حاجه، بس لازم يجي لي مشكله معايا مع القولون. انا النهارده هعمل الكرومب ده سلطه مع حضراتكم كده واحده واحده. بما ان الكرومب قيمته الغذائيه عاليه جدا ما نقدرش ان احنا نستغنى عنه، فتعالوا مع بعض نشوف نعمله سلطه ازاي. والمقادير على الشاشه. كرومب بلدي بقى، كرومب بقى الكبيره دي مفيش اي مشكله، ده الكرومب معانا. معانا بصل اخضر، معانا شبت، معانا فلفل ملون، معانا ثوم، معانا بصل، كل ده معانا في السلطه اللي انا هعملها النهارده. واريحك من انك تعملي محشي، المحشي ما نستغناش عنه، صينيه حله المحشي الكرومب دي طبعا انا بضعف قدامها، باكل حله كامله، ولكن انت ما عندكيش وقت، واحنا عايزين القيمه الغذائيه بتاعه الكرومب بما ان هو بيفيد الكبد وبينشط الكبد وخاصه الجهاز الهضمي، فنقدر نعمله سلطه. تعالوا شوفوا نعمله سلطه مع بعض ازاي بمقاديره. ادي الكرومبايه الحلوه، اللهم صل، باخدها كده نصين وامسكها اقطعها كده بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي. حلو، التقطيعة دي مهمة جدا، كأنك هتعمل سلطة الكولسلو اللي احنا عارفينها، اللي هي عبارة عن كرومب مفروم ناعم. دي سلطة الكولسلو، عبارة عن كرومب مفروم ناعم، بتاخد مايونيز أو بتاخد زبادي ورشة سكر، والبعض بيضيف لها شوية زبيب أو جزر مبشور حسب الرغبة. كرومب يتقطع بالشكل ده كده، التقطيعة دي مهمة اهو. أيهما أفضل، الكرومب البلدي ولا الكرومب العادي ده؟ لا كرومب السلطة أفضل يعني. بيدينا كمية كبيرة شوية. وعلى فكرة السلطة دي كل ما تقعد في التلاجة كل ما تحلو. عاملة زي سلطة السبانخ كده. شوية الكرومب دول زي الفل. أنا خدتهم زي ما هما كده يا عم الشيف. عندي طاسة على النار، اللهم صل على النبي، بتسخن معايا، شيل الغطا ده كده، بنحط في الطاسة دي شوية زيت زيتون. نعم عينيا، الحلة دي معكسنة، شيلها من هنا خالص يا فندم، ريح كمان. حلو قوي، طاسة على النار، سيبها زي ما هي كده، وخلي الكرنب على جنب كده. عندي بصله حلوه اهي، باخدها برضو شرايح كده، البصل ده جميل على فكره لما يتحط في السلطه. حلو، التقطيعه دي مهمه اهو،
ناخد البصل ده يا عم الشيف زي ما هو كده تحميره في الاول. اللهم صل على النبي. هل مش لازم تعمله كل يوم محشي؟ نقلب البصله الحلوه دي كده. البصل بيوجع عينيا عشان كده ما برضاش اخش المطبخ. اقول لك على تركية حلوه دلوقتي، خلي لك البصل ده يستوي بسرعه. شويه زعتر حلوين، اللهم صل على النبي. اهو يوم الزعتر يطلع ريحه البصل دي زي الفل كده. تحميره حلوه لغايه لما اشم ريحه الزعتر مع البصل. نعم عينيا. عايز تشوف الباميه؟ شوف الباميه بتتدلع ازاي. شوف الباميه وحلاوه الباميه. شوف الباميه وحلاوه الباميه. عينيا اهي. الله الله على الحلاوه. زي الفل. كل حاجه على النار قدامك يا غالي. خلي البصله تاخد لون كده بالراحه. عندنا الكرنب بتاعنا ينزل على البصلايه بالشكل ده كده. خلي بالك الكرنب زي الورقيات، كرنب سبانخ خاص، اول ما بيشم النار بيضعف على طول. اه دول هتلاقيهم بعد شويه شويه صغيرين. خلي بالك على فكره ممكن تعملوا رز بالكرنب، وانا عملته قبل كده برضو للناس اللي هي بتحب تاكل محشي. مش لازم ان احنا نقعد ونقعد على حله محشي نلفها. سيب الكرنب كده. ناخد شويه ميه مغليين. الله انا بعشق الصوت ده. هو ده. ونسيبه يستوي. هو بيستوي يا عم الشيف عشان مشاغل الكرنب، شويه الكمون، اللهم صل على النبي، شويه الملح كده. ونغطي الحله بتاعتنا دي يا عم الشيف مع سنه شبت صغيره. الشبت يزيل الانتفاخات خاصة مع الورقيات زي الكرنب. ونغطي الحلة بتاعتنا دي. ايه الحلاوة دي؟ اه طبعا خلاص ده هبطة. بص شفت الحلاوة خلاص. اهم حاجة انك تغطيها وتسيبها ايه تغلى على النار. تلاقي الكرنب فك اهو. تعالي قلب الكرنب ده قبل كده عمره ما يتقلم معاك. الله الله على الريحة وجمال الريحة. آه. شوية كرنب حكاية، وشوية الشبت هنا في قلب الكرنب خلوا صوت الكرنب هادي من مشاكل الكولون. الريحه بتاعت الكرنب طبعا بتمشي في البيت، بتخش على غرفه الملابس، على الصالون، على الانتريات، وانت في المطبخ يخش الراجل يشم ريحه الكرنب في كل حته. انك تحط شويه شبت وشويه كمون دي حكايه بقى خلاص. مفيش انا مش شامم ريحه كرنب خالص دلوقتي. خلي بالك اه الشبت يمتص رائحه الكرنب في حاله سلقه وفي حاله طبخه. اه يسيب الكرنب على النار يكمل سواه مع البصلة. الله زي الفل. لسه مستواش، أنا عايزه يستوي. عندي بقى التركاية بتاعت المغازي، الفص التوم الني اللي في قلب الكرنب. اه شفت التركاية دي؟ هو ده. اه ما حمرتوش ليه يا شيف؟ عشان ما يغليش طعم الكرنب. نسيبه يستوي في قلب الكرنب كده. التوم، التوم الني. اه دي خبرة طهوية، دي بقى دي فنون الطهر. ما خدتش البصلة والتومة زي البامية وحمرتهم، لا خالص، الموضوع هنا مختلف. لأن التومة لو احمرت هنا هتقلب لي كيان الكرنب. اه. وأسيبهم على النار كده وأغطيها تاني. كرنب. طبق الكرنب فين؟ هو ده، سلطة الكرنب أهي. تستاهل والله. اللهم صل على النبي. اه سيرفيس كرنب حلو كده. ناخد الكرنب هنا، اللهم صل على النبي. سخنة؟ سخنة. هاد الكرنب بتاعنا. الله. لسه ما خلصتش بالله عليك. اصبر على رزقك. كرنب اتبل اهو. طبعا ده مستوي جاهز زي الفل. واخد النعناع اليابس. واخد الكمون. واخد الشبت. بما ان الاكل بتاعنا هيلسي، شوف التركيه اللي جايه دي بقى عشان تدعي لي بالله عليكي. ادعي لي في سرك. بص على الحلاوه، شوفان. هوبا شوفان بدل الرز على الكرنب. اه هي دي بقى الرشه، بس لازم الشوفان ينزل على الكرنب وهو سخن.
عرفت ليه؟ عشان الشوفان يدوب يبقى طري. الف هنا وشفا. سلطه الكرنب بالشوفان حصريا وحقوق الطبع لدينا وبس. الفكر الطهوي لا يقدر بالمال. يقدر بايه يا عم الشيف؟ تسلم ايدك يا شيف مغازي. حلقتنا النهارده لا فراخ ولا لحمه ولا سمك. بساطه، سهوله، مرونه، قدرنا نعمل مطبخ صحي له تفاصيله بالخبره الطهويه المدروسه والعلميه. قدرنا نعمل التشيز كيك هيلسي، المقادير فيه بس شويه زبده عشان البسكويت. عملنا الباميه بطريقه لطيفه وحقوق الطبع لدينا وبس. كمان الكرنب بالشوفان وده برضه حقوق الطبع لدينا وبس. يعني صحتك في اكلتك، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. الكلام ده بنشوفه على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه كل يوم حد من كل اسبوع. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.